ثور في شوارع الرياض وش السالفة بعد الانترو. بعد الثور اللي في جدة اليومين اللي راحت انتشرت مقاطع فيديو لثور في شوارع الرياض في حي العليا وتحديدا قدام مكتبة الملك فهد الوطنية. لا لا حاضر. هذا ما شاء الله ثور مكتبة الملك فهد الوطنية سوف يقرأ لا يجينا بالثور جاي للمكتبة شو السالفة ما ندري وش سالفته روعتني. ومن الثور اللي في الرياض إلى هاللمبات في الباحة، مو هنا القصة، قصتنا المصور الرايق اللي وقف على جنب عشان يصورها على موسيقى خاصة، خلونا نشوف. هذا شيء ما حتشوفوه إلا في الباحة. ولأن عودة المواسم وبدايتها مع موسم الرياض صارت الفرصة متاحة لنا جميع بالمشاركة سواء بمتجر ولا بفكرة ولا بعمل مؤقت وأكيد المواهب أو حتى بمساحة أرض فاضية عندك، كيف نقدر نقدم كل هذه على منصة مطلوب؟ وش تبغى تسوي؟ ردد معاي دو ري مي فا صولا سي دو دو ري مي فا صولا سي دو وقت ما تم الإعلان عن 6 حفلات عالمية راح تكون في موسم الرياض، جماهير الفرقة الكورية BTS على طول رفعوا هاشتاج تخيل BTS موسم الرياض في تويتر وطالبوا بحفل ثاني بعد نجاح حفل الفرقة العالمية في افتتاح موسم 2019. نختم مع هذا المطعم، واحد من أكثر المطاعم ترند الفترة الأخيرة بالتحديد في الفطور. لاقيس في الرياض قائمة متنوعة من الفطور السعودي والأوروبي والإنجليزي وقهوة مختصة طول اليوم. هذه كانت حلقتنا لليوم من The Love and Show من The Love and السعودية. اشتركوا في البرنامج عشان توصلكم الحلقات الجديدة كل 2 و4. تابعونا على كل منصاتنا في السوشيال ميديا. شوفكم على خير يا رب.